مين بيقول منجز فيها هيك شيء؟ مين بيقول منجز بتمثل كتير اشياء من اللي قطعه بلبنان، من حقبات تاريخية وصارت بلبنان، ومنجز يلي يمكن بعيدة عآخر الحدود آخر ضيعة، شغلة كتير كبيرة. واحد ما بيقدر يحب بلده إلا ما يتعرف عليه كله، وبعتقد أغلبيتكم ما بيعرف بعد لبنان كفاية. لبنان كتير حلو، من أقصى جنوبه لأقصى شماله، كل قطعة فيه، كل زاوية فيها جمال خارق. بقلكن شغلة، عم فكر ونحن واقفين ورا هالسبايرات، وعادة بحطوا هالسبايرات ما حدا يقدر يمشي ويحطوا حدود، يعني نحن لقلنا بمشوار بالوادي عم نكسر كل الحدود، ما رح نخلي ضيع بلبنان مرة عليها. رائع. مارك، يس، هاي اول مره بقرا هالكلمه. انا بعرف ريفورستيشن. ريفورستيشن هو لما انت بترجع بتشجر غابه كانت موجوده وشويه صار فيها مشاكل وهيك. افورستيشن هو لما بتزرع غابه بمطرح ما كان في غابه وبترد الغابه. ما عم بعرف كيف بدي بلش مارك وخبرك منجز قد عظيم. مش اول زياره، لقلنا تالت زيارة، وكل ما نجي لهون منقول طب كيف؟ ليش مش كلهم هيك؟ يا ريت اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يفهمها مثل ما هو بده. وحدة من أحلى ضيع لبنان، وحدة من أهم ضيع لبنان، وحدة من أكتر ضيع لبنان انشغلت بفن وبخطة وبطريقة عالمية أوروبية أمريكانية واللي بدنا إياهن، وصارت تجي لهون هالضيعة الزغطورة المهضوم اللي بالآخر عملوا أشياء ما بتتخيل موجودين. ونحن اليوم واقفين بنموذج زغطور هالقد، هي تشجير الضيعة. مزبوط، يعني إذا أنت ما بتعرف كيف تزبط لبنان فيك بلش تزبطها ضيعة ورا ضيعة. وهون كمان مش عم نعمل دعاية، في رئيس بلدية عم بيشتغل مزبوط، عم بفكر صح، عم بيعمل ضيعته خضرة. ومنجز عمتني كل شيء أوقات ضده، تهجرت صار في حروب وكل شيء بدك بس رجعت. فهون شو عمل؟ هون عنا مشروع تشجير. كيف فكروا؟ يمكن أنا ما بوافق 100% على كل شيء زرعوا، بس هن يفكروا انه نحن ضيعة بدنا مردود اقتصادي، بنزرع اشياء مردود اقتصادي، غار، صنوبر وخروب. ذكي، عرفت كيف؟ 25 ألف شجرة شجروا بالتعاون مع كتير من الجمعيات ومنهم الاراي. انا بس عم فكر وعم فكر اللي شفتهم قدامي، عندهم بحيرة للمي من أروع ما يكون، عملوا متحف لقلن، عملوا حفافة سود بحجر الضيعة مش ببطون على كل الضيعة، قدروا يزفتوا الطريق محل ما قادرين هون أو هون، عندهم سولار بانلز قبل ما الناس تفكر يكون في سولار بانلز، اشتغلوا شغل ولا أعظم من هيك. المدرسة موجودة، الدير موجود، المهنية موجودة، وهيدا نموذج صغير من الأشياء اللي انعملت اللي بتطلعوا وبتقولوا عن جد وعن جديد بنجز على حدود هالقد بعيد. والناس بتقول عكار المتروكة، ما كل ضيعة من الضيع بتقدر تعمل شغل، تطلب مساعدات، دق بواب والناس بترجع. وبقلكن شو أهم شغلة رح تصير؟ أنه حطوا حالهم اليوم على التنتاتيف ليست أوف بروتكتيف يونسكو سايتس عالميا، وورلد هيريتج سايتس. لو ما عملوا كل الشغل ما كانوا قبلوا فيهم أو وصلوا لهون، وإن شاء الله بتزبط. مش طي يعلموا الكل، الكل يتعلم منهم ويصير عنا كل ضيعة لبنان اللي بتستاهل محلهم. حلو كتير اللي قلته، بس تكمل لك مش بس هيك، رح نشوف ليش. يعني في دولمنز، في أثارات، بس زيادة عندهم خطة متكاملة لإدارة النفايات. وأنتوني في ناس ما بتعرف كيف، هون رئيس بلدية بيكتب بيجي بروبوزلز من مين ما بدك، من النرويج ومن اليابان، كيف بيعمل؟ بخبرهم أنه والله إذا ضيعتي خضرة المنطقة كلها أحلى والعالم أحلى. ونسينا شغلة كتير مهمة، لأنه الغابة كل العالم شايفتها تقطيع وتقطيع، هون عندهم بروجيات اسمه نون وود، يعني مش بس للحطب ولا الخشب، بعمل غير اشياء، الشحالة بحولها لمعمل بريكات مثل ما انت قلت، بس كمان ورح نجرب نشوفه، معمل لنقطر ورق والغار كرمال نعمل منهم اسنشال اويلز،
هولي كلهم كمان موجودين هون. ميلاد داوود بنحط بالحجر انا وخيي فواز الكبير، يعني بلشنا بدايات هون مشروع محترف. يعني هذا الشغل هو شغل وخيي الكبير هذا وهذا، هو يمكن انه هودي اشخاص يعني بالذاكره كانوا موجودين بالذاكره قبل، جسدهم منحوتات. بدنا نبلش من الاول نقول يمكن انتم الوحيدين اللي انا شايفهم لهلا بلبنان بيعملوا بيحنحتوا بالحجر الاسود، صح؟ وهيدا حجر هون حجر منصور، تجيدوا انتم اخذتوا حجركم من ضيعتكم وبدكم تودوه لكل العالم بفن. اه صح، مش معقول، شو حلو. بتطلعوا على الحجر من بعيد وبتصيروا تقولوا اكيد حجر رملي بيفرط وزبطت معكم وبصير يلمع فيه لمعات حلوين مثل السيلاكس، حتى بالشتاء بيتغير لونه. اها بيتغير لونه وبيلمع. وهودي بورتريات مثلا، هيدا بورتري يحصد الزرع، عليك هيدا المنجل يحصدوه ويشملوا النسوان تشمل الزرع، يعني تجمع الزرع وتكتسه هيك. بالذاكرة أنا وطفل صغير كنت شوفن هيك يعملوا. برمتنا بتضيع، متخيلنا نشوف إلي قديش هتضيع مندمجين، قديش هتضيع بيشبهوا بعضهم، قديش هتضيع اخدين من بعضهم. ومثل ما كنا عم نقول بالحلقة القبلة، كنيسة حجارة أسود شي جديد، لقينا زيت الكنيسة حجارة أسود وكمان عقد، يمكن زيت الأشخاص ركبون، بس القديس لحقنا من ضيعة لضيعة. مليون بالمية، نحن قدام كنيسة النبي دانيال، غير الجمال يلي عم تحكي عنه بالحجر، بدنا نقول إنه هالكنيسة اللي لها علاقة بالنبي دانيال هي استثنائية. قبل رحنا بمشوار معك عرفنا على حدث الجبة وعرفنا على الكنيسة العظيمة بحدث الجبة اللي عمرها 900 سنة وبتحتضن بتحتضن هالشهداء الأبطال يلي دافعوا عن منطقتهم وبقيوا ثابتين بإيمانهم. عائلة من حدث الجبة نزحت لهون على منجز، بيقولوا إنه أخذت أثر من هالكنيسة، يمكن حجرة يمكن عمود من كنيسة حدث الجبة للنبي دانيال، وعلى أساسها بنت هالكنيسة. هالكنيسة مميزة كتير، عم نشوف شكلها كتير ضخم. شو رأيك نفوت لجوا خبرك عنها أكتر؟ يلا يلا. اختلفت الأزمان، كيف اختلفت المعتقدات واختلفت إذا بدك البروريتيز. كيف نقول أنا بمحل خبينا الحجر وزخرفنا البطون وكان قوع الحجر يبين وليسناه بوقتها كان الكل يسأله، وإذ برا مثل أيام صار لأ اللي عنده حجر بيغطيه. وبتشوف هذه الكنيسة كيف نص حجر نص مليس، وحتى التليس مزخرف لأنه كانت شغلة كتير قديمة من زمن، واليوم تغيرت القصص. مار دانيال بحدث جبه يعتبره انه هو قديس او شفيع ضيعتهم وبس، نحن هون بنرجع نقوليه اكتشفنا كمان انه ولد العم. شو بنعرف على الكنيسه من جوا؟ الكنيسه يلي مثل ما قلنا للنبي دانيال في اثنين منها بس هاي اهميتها، وحده بحدث الجبه وحده هون. اللي بحدث الجبه عمرها 900 سنه، اللي هون ترجع اذا نرجع للسجلات انه كهنه الرعايه هون، السجلات بتقول انه كانوا موجودين ببدايه القرن السابع عشر، يعني عمره على القليله 400 سنه. هلا عم نشوف هالجمال بالهندسه تبعها، يمكن ولا مره بنشوف غير الحجر الاسود كيف معمول المذبح، كيف مسيج هالمذبح بهالحجاره السوداء. ومثل ما كنت عم اقول لك، هي هالكنيسه اللي بنشوفها هالقد كبيره من برا، هي اكيد كبيره من جوا بس فيها عده اجزاء، لانه حتى الخوري بيقدر ينام هون وبيقدر يخدم، مقسمه لعده اقسام. رح نترك مهمه اكتشاف هالاقسام لك، اكيد بدك تجرب تطلع على الجرس اذا لقيت طريق. اكيد ما في مجال، اكيد بدنا نشوف الجرس. عم تقول 400 سنه، بدي اركض شوف هالجرس اذا بقى هو ذاته حدا اخده، لانه مثل ما شفنا المنطقه يعني استحلوها كثير عالم. كم كنيسة بلبنان شفتوها؟ البيت تبع الخوري بقلبها أكيد بطل يوم هون، بس منشوف مطبخ، منشوف أوضة تانية، منطلع من قلب الكنيسة اللي من برا مبينة مربع واحد، وإز هالقطتين ثلاثة اللي يمكن كان يسكن فيهم خدم الرعية. بهيدا الباب الصغير
رح نطلع يلا. هل رح نقدر نشوف مين عمل الجرس من تحت مبين بيت شباب؟ بنشوفه من قريب. وهل رح يكون عنا التاريخ؟ قديم 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 كتير قديم قديم، وزخرفاته أسمك من اللي منعرفهم. اليوم هالأيام بيعملوا وحدة من هول، هون مركب اثنين، مركب وحدة عريضة، مركب وحدة عريضة. على ميلة اللي بتضربوا المي كتير عامل أصفر، على ميلة التانية بعده عامل حديد إذا منشوف من هالميل، وحتى بلش يدوب حديده كله عم تدوب، صوته ناعم. رنته بعضها حلوة، بس ما عليه اسم وما عليه تاريخ، ما عليه شيء بيقدر يعطينا 1% نبذة من وين جاي. ما شكل ولا جرس شايفه قبل، خاصة بهيدي السماكة اللي هون، وخاصة بهيدي الكبيرة العريضة اللي هون. بدي أول جرس شوفه بهالطريقة، فما فيني أكد إن كان من أي منطقة معمول. بالمبدأ لبناني، خاصة للقطة طبعا من فوق، بس بيقدر يكون من بيت شباب، بيقدر يكون مزرعة يشوع، وبيقدر يكون من طرابلس. ليش في اسود دخلك اللي معقول؟ ارتبط اذا بتتذكر كمان بحدث الجبه، هيدا التصوير يلي بنشوفه وين ما كان نبي دانيال، يلي هو نبي من العهد القديم ما قبل المسيح. هو كان عنده شفاعه خاصه عند ربنا وايمان ثابت فيه وحتى ثقه، فلما كبوه بجب الاسود، الاسوده ما قربت عليه، وهيك الحاكم طلب انه يحترم الاله يلي بينتمي له وبيسجد له نبي دانيال، فكان هالقد حريص للدفاع عنه. وإذا بدنا نفكر ليش هالناس يلي بهالمنطقة بالتحديد أو بحدث الجبة اعتبرت إنه نبي دانيال شفيعة، فينا كمان نفكر قديش كمان بحبوا يتشبهوا فيه، وقديش هيدا واقع إنه كان عندهم ثقة، وحتى لو انكبوا بالنار، لو انكبوا قدام أعدائهم، هن رح يكونوا المنتصرين. ففينا نشوف هالتماهي بين حياة نبي دانيال وبين بطولات أهل هالمنطقة، إن كان بحدث الجبة وإن كان بالمنجز. من انا وصغير كنت احلم ابني قلعتي يعني هو بيتي، بس انا راسي انه بدي اعمله بشكل قلعه، وبلشت فيه بال 2012 تقريبا. هذا الفن بحسه بدمي يعني، ما مش قادر انا انه يعني كانه عم بشرب مي، والاكل مثله مثل الاكل والشرب، واهم يعني بالنسبه لي يعني للحياه يعني، لانه انا ما من دونه ما فيني احيا يعني، هاي حياتي يعني. مشان هيك عم اقول لك انه نحن انه مش هدفنا نبيع. هلا في ناس اذا حبوا عمل ممكن نبيعه، ولكن انه مش هدفنا نبيع يعني. عم بشتغل للفن مشان ابسط حالي وابسط اللي حوالي يعني. هيدا الشغل اللي عم بشتغله أنا كله بالطين يعني، طين الأرض مع القش والكلس يعني، على الطريقة القديمة. كيف بطون؟ ما في ما في بطون أبدا. هذا الطين الموجود هون بالضيعة عنا، بنقي أنا النوع اللي بسموه عليك، إذا بتحط له يعني حمرة على أصفر هيك بتعلق، إذا حطيت له مي وقش وكلس اللي بشد، وببنيها على الطريقة القديمة بكذا مدمك يعني. هون عم تاخد، هون أخدت متر يعني، عرض الحياة متر تقريبا.
رجعت على الطريقه القديمه القديمه ابدا عمرت البيت القديم. يعني انا مثل ما قلت لك انه انا كنت انا وصغير احلم انه هيك ابني بايدي من دون ما حدا انه علمك. يعني انا هيك يعني الله جبلني بهال بالتراب وبالحجر هيك بحب هيدي الألم. رجعنا على الغدا وتنشوف التيتا شو محضرت لي. اوه تيتا عم تشوي. مالته جعتي؟ لا انا من جعانه انا ما يصوي معك الحال. يا تيتا اشتقت لك. هني شو طبختي لي اليوم؟ طبخت لك؟ لا طلع ورونا. اوه كبه. يلا هدوك لاله. انت ما بتاكل البصل. طيب. لا بصل ولا توم. معقول؟ وشو ما كيف بتحبه؟ شو عرفني؟ لا ما طيب. انا اذا دقله توم او لا ما بياكل خليها. بقى انا ما امرك لله. ايه او البصل منيح. بيغذي وحياتك فهمانين لها بغلط. انا لا ما بقول لك لا ما بيتعامل اكل غير الاشياء. طيب تعرف هالاسوبيات من اجت وحده لعندي يعني قعدت شي 10 سنين بجي قداش. قال انتو بتحطوا الثوم مع القلية. لا الثوم بايدا وفلا تنحق معه. ما بنحطه مع القلية. ني يعني بتعمل قلية بصل والثوم على جنب. والثوم مندقه مركه بالطعم. عالمية. طب لكن كبة شو كمان؟ كبة لا. لا شو ما حضرتي لها على الغدا؟ ما بتحضر. لا انا ما حضرت لك شيء انت. الصفي. بس نحنا رجعت قسم الثاني هي عملتنا مع بصل يمكن وشو ما بعرف. طيب رح فوت شق على المطبخ بس انت لا حسيتك لقوني ها؟ طيب وحطيتن على حل وقلت كده ترى لا تخبط الطي انت ما بغلط. رح فينا شق بالمطبخ شوف شو عامله اليوم على الغدا؟ ايه شوف يمي صار شيء على الطاوله شيء عندك. يا لينا شو عامله اليوم؟ مدردره. عندي مدردره. وسلطة منفوف بلا بصل وروعة ولبنة وكبة. لبنة مع الكبة. اوف شو طيب. الملفوف شو بتحب فيها؟ عزويك؟ لا عزوك انت. انا بحط لها حامض. حامض وشوية موتارد. شوية موتارد وزيت زيتون. زيت زيتون وملح. اوكي بتطلع كتير حلو. بتطلع صوص صفرا كتير طيب. اوكي طيب شو هي؟ عدس بتحط بتسلقهم ترجع بتدب عليهم ليستووا مليح شوي للزنقل بيقعدوا بيغنوا. شو الزنقل؟ زنقل هذا اللي الزنقل شو هو؟ برغل. بتصولهم برغل الكبة. اوكي اسمر ابيض ما هذا على ذوق. بتصولهم مي شوي مفترة سخنته. وبتحطهم على الطاولة بتغطيهم. اوكي. لا حتى يتشوا مليح روع عليهم. هني شوية طحين. وبتفركوا. اوكي. بتفركون مليح وما نتفت بهارات نتفت شيء هاللي ما بتحبه انت. ومنرجع نعملين هيدا الزنقول. بيصير اسمه زنقول. قلت الفقير هيدا. اوكي. لكن عدس وزنقول. عظيم. هيدي طبخة منهم من عندكم. وصايمة. هاي كله يو في عنا الرشتة كانوا كمان يعملوا مع عدس وخبز يرقوه هاك ونعملوا نهله ونرجع نكتو كت 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 كيف هاك مثل كيف المعكرونة مثل الباستا. ايه وبيحطوها كمان بيغلوه مع بعضه برجع من قلي وبيحطوا له توم وحامض ويلا. كل شيء بتحطوا فيه توم؟ كل شيء بحط فيه توم. ما رح كفي بس لألك مش حاطة توم. لا قالوا لا ما طيب اوكي. شو عم تقلي هونيك؟ أبدا شو عم تقلي هونيك؟ عم تقلي هي ست البيت. عم تقلي سمك. أكلتها شي وأنا شي ما بنفوت بعض. لا أكلتك وينني ها؟ قول هدول وقت قربي لا أنتون علي نشيل. لا راح أطلو أنا لوحده. ضلت تعطيك أوامر. مش عاجبها شي أبدا ولا شي.
مع انه هي اللي عملتهم هي طبخت الطبخه ولا مش انا انا بدأ يلا نعمل صوص شوي حامض ست بيت ولا عامل اسم الصليب أقوي ست بيت؟ ليك ما يعسروا زيت حامض بوتارد بتعطيها طعمة بتعطيها لون فينا نزيد لها مايونيز أو لا بطل الحقيقة ما بدها شيء السلطة خلصت البطاطا قص ايد بالبيت كل شيء سيامة وبلا لحمة كرمال صديقنا وانا كبتي معلم تفضل تيتا بدي اقلك انا كيف بكلها بالبيت بتاكل امي ايه بقلك انا كيف بكلها بالبيت مدردرة ايه باخذ مدردرة ايه بحط شوي بالصحن ايه اوكي يلا لا نعرف كيف تاخذ السلطة ايه بتحطيهم عليهم ايه عليا ايه مش حدا شو صار عندك صار عندك سلطة وشو تاني سلطة ومدردرة فوق بعضهم ايه وبعدين بكل لقمة ايه صار عندك سلطة ومدردرة ومدردرة واللي حيطه أصفر على السلطة شو حامض زيت ملح وشوية اكتر. مطارد ايه صحتين 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 وهيك كل لقمة فيها صحتين صحتين قوة المدردرة وطعمتها الطيبة كتير صحة بالهنا الفريشنس القرشة الخضرة المطارد والحموضة تبع السلطة يلا بدك تمرقان كانت مليحة ولا وش فيك تدوق تخبيهم ما حبيتيها مش مشكلة وحلبهم يلا ليه الكبة ما لازم ندق فيها السكين دايما بالايد الكبة ايه؟ لانه الحديد بغير لها طعمتها لا ما بي... انا تعلمت ممنوع ادق فيها الحديد بالايدين يعني ايش تعمل هيك بالايد بتفتحيها بالايد بتحط عليها لبنة ايه ليش ايش بدي انا شو الكبة بعملها ايه صحتين مليحة هاك مليحة خذا بدك تحط لها شيء غيره يعني فيهم نفسك حبيت حسيت يعني حسيت إيه إيه بالحب اللي حطيتيهم فيهم ايه ايه صحتين صحتين ولا عفاها هي شطورة اه هي عملتهم ايه هي عملتهم ايه انا بعملهم كبير اكبر ما بح- ما بتحب الشغلة ايه لا ايه حرام ولا هي عملتها على ايدها بس مل عليا مش هذا شطورة ايه لا انا بعملهم يعني انت احسن وش قرب لي صحنك هذا انا فكرت انه مش شاطر بالاكل بس عامل انا حبيتها كثير يعني ما بيشي هو مش عارف اشتغل على حاله لا ما بيشي ما بيشي زلمه ماشي حاله سامي. يلا تفضل يا تيتا نحن رح نتغدى مع الشباب قاعده بلديه جبليه تحت العريش بس العرق انتوا صايمين ومنكفي بتعرف اي ساعه قلت الساعه 7 لان قالت لي بدك تروحي لعندي صار وقت جيت لعندها عندي وطلع لي كشات لقدامك انتزع نهارك ايه لا. ايه لا لا ما بينتزع ابدا ايه. ولا احلى نوع عظيم بس مش ضل نسيب تشربي عرق يلا يطلع لنا تلجي يسلموا اخل زنجل حلو بس رح دوقه بس الاكل انتوا تدليش برغل بتقصوها فاضي من جوا اكيد برغل هذا اكل صيامي وكل صيامي أكل كتير كتير طيب من شوربة العدس كتير طيب إيه؟ بدها قلكم شو بدها بدها بس هيك عصرة حامض من فوق ما صرنا فيها كمان لأنه ما فيها علي ما في توب إيه توب عصرة حامض حطينا بقلبها وقلت لها خلينا بتطبخ منيح شد من مال أو وصف المال بتشد من حطي لهم حامل بحدهم اللي بده يشعر بدي لها مرسي
هي جند هي جند المجهول انت هي جند المجهول اللي ركضت وتعبت واشتغلت وحضرت وبالاخر ما نامت. ثانك يو عن جد حقنا عن جد ميرسي. وبالاخر امك مش عاجبها؟ مش عاجبها معها لانه يعني كيف فينا نعمل احسن. بتعقد يا ريت عندها مطعم تقول لها ميرسي بشي طريقه بس انا استقبلتنا ببيتها وانا هون يمكن رابع مره بجي لهون بس على ببيتي. ثانك يو على كل شيء. وبعد لو سهله فيكم بعد في شغل تخيلوا هول كمان من الايدين انه واو. والله كل هالشغل كل هالتعب لازم ندوق دايزي كيك. احنا شربنا نسكافيه وشربنا وخلينا كثير مهم كثير مهم طلع فيهم ورا الكاميرا بانه رح يحب ما رح يحب. والله اكلاتك طيبين وحيات الله اكلاتك طيبين والله العظيم حبيت كل شيء. صفوف عسل ليه لبنان من جميعه. طلعوا مع هيك شويه كريستاليزاسيون. لك 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 شو حلو. اوه ماي جود توب 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 توب. كثير صحتك تيتا ميرسي. صحتين لينا ميرسي حبيبي. صحتك كثير ان شاء الله يا رب. كثير 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 قوي هذا الشيء. صفوفات عظيمين جاتو عظيم. هلا بنقضي على هاي. ايه هيدا بتحط له بنكفي. ليك مارك شو حلوين لمعتهم حلوه فعلا. الجوا كيف مبين كريستاليزاسيون تبع العسل شوي شوي حتى لو قاعد بالشمس. فيري نايس وطعمتهم منا حلوه ابدا. وليك قديش لابقين مع الصفوف روعه يعني. للصراحه بدي اقول لك عم بتعلم كثير اشياء منك. يرفضوا دير. ماشي ماشي. بفهم كثير طيبة. روح أحضر لك أنا عسلات. يار. كثير كثير طيبة. قديش خفيفة. مثل الهواء يعني. يعني بتروح بالطنجرة ما بتحس شيء. بدها حلاوة بدها سويتنس أكيد مثل ما قلنا. فرح أحط لك من هون عسلات. عطفتهم بإيدي. أيوة. بعدين مع الشمس لونهم إيه. الله يوفقك. الله يخليك فيها. كثير شطورة. إيه شطورة. شطورة. إيه. كلها. كلها. يلي بيربي بيلاقي. ايه بيربي بيلاقي. ضلك بصحتك. عافيك يخليك ان شاء الله نعيد لك كل خمسه بخمسه. يلا باي. ميرسي. مش مسموح. انت شايف شيء حلو هالقد بحياتك؟ انت فايت شي مره باحراش هالقد حلوين او بوديان او بسهول او بجليل هالقد حلوين؟ لا شباب شايفين شيء هالقد حلو بحياتكم؟ منجز رائع فعلا رائع. وبتشوفوا هالصخور هالحجار هالجليل هالحجر الاسود بيلحقنا من ميل لميل. لك الخضار هلا مسقب مش معقول. الزهور فعلا صلنا من الصبح من عيد نحن قاعدين بالسياره. شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو. وبعد الجمال مكفى. ان شاء الله اكون قدرت فرجيتكم قديش الطبيعه بسلام وقديش اشي حلو. قديش العصافير مبسوطين. قديش الحشرات متروكين وحدهم. قديش ما في رش ما في تلوث. بتحسوا الطبيعه عايشه بسلام.
والحجار السود الكبار بيلحقوكم من لميل. لضيعة تهجرت بالكامل، احترقت بالكامل بالحرب اللبنانية، ورجعوا أبناء يبنوها مش حيالله شي، رجعت انبنت بعد أحسن وأحسن وأحسن بخطة كتير واضحة. قديش حلو اليوم النهار وبعدنا عم نمشي، هون لبنان وراي سوريا على حدود. أنتوني نحن هون بغابة رائعة، هلا فيها تنوع بيولوجي، يعني أنا وراي وين ما كان عم شوف آسر يلي على عالم كندا، عم شوف بطن، عم شوف قرقش، عم شوف كتير نباتات، بس الأهم هو الغارة اللي وراي. منجز هي الضيعة تخيل اللبنانية تبع الغار، وهذا الشيء اللي عم نشوفه هلا هون وراي في أنجا. ما بدي مشيك لهون يكتما تنقوا هيك يعني، فهلا بدرون مفاجئوني هون. غار منه النبتة الدومينات بالغابة اللبنانية، هون الغار هي دومينات. تا يشتغلوا كمان عليك قد ايه بيشتغلوا مزبوط هون، كبروها للغابة وانتقلوا من عدد 12,000 لتقريبا 36,000، وهيك منجز صارت ضيعة الغار. وما وقفوا هون، عملوا كمان معمل لتقطير ورق الغار. عم بتقلي نحن مشيين هون عم نشوف غابة رائعة، وعم بتقلنا انه مش هي الطريقة الأساسية تبع المشي، بعد في واحدة تحت. صح مظبوط، هي نعملها مع جمعية الشباب، تمشي من معبد الرب بجانب تنتهي بقلعة الناس الجامعة، هي بتعبر بتمشي بكل هذا الحرش بعرضه من هون، نحن رايحين لتوصل فيها على القلعة، بنمرق بالأسرات وبنجي نهايتها بيكون بدارسة القلعة. يعني واحد بيقدر يجي على منجز يعيش آخر ضيعة بلبنان، يمشي حد النهر، يكتشف الطبيعة، وفي يمشي بيدروب كتير حلوة منظمة. صح، وبيمشي مع مجرى المي وبيمشي كل الوقت بالفاي من دون ما تضربوا الشمس قليل. هي مش لونها أسود، هي سودة قد ما انها كثيفة، قد ما الشجر فوق بعضهم ما بتقشع شي تحتهم والشمس ما بتفوت عليها. عم صوركم اياها تشوفوها وتشوفوا فعلا لقلنا بكل برماتنا بكل تصويراتنا، هي أول مرة بنشوف غابة غار كاملة هالقد كثيفة وهالقد متنوعة. أساساً طلع على الوين الأخضر. مثل كأنه ربنا حمية لهذه الضيعة، حتى مكللة بالغار. إذا بتعتقدوا أنا شفتوا كل شيء، تركنا لكم الأهم للآخر. أنتوا كنتوا عارفين أنه منجز فيها معبد روماني؟ دقيقة، مش بس هيك، كنتوا عارفين أنه بلبنان في معبد روماني حجارته سودا؟ best for last. أنتوني وصلنا لمطرح كتير حلو اسمه مقام الرب أو بيت جعلوك. عظمة عظمة عظمة، واللي بقي منه المدخل سوس ونقطة الحديدة تبع فتحة الباب، وتخيلوا كم مرة انفتح عأيام السنين محل ما كانوا يقفلوه، وهذا المعبد اللي عم نشوفه ورانا يلي بيشبه كتير معابد صورناها برمنا عليها وشفناها بعدة ضيع بلبنان بيناتهم نيحة وغيرها. طلعوا هون جوا في العقد، تحت بعد في كتير محلات منا مكتشفة، وبرجع بعيد والأهم
كم معبد روماني في لبنان؟ كتار كتار كتار، اللي بتعرفون ما بتعرفون، الوحيد اللي حجرته سودة. شقفة كبيرة بتهدي، شقفة هي اللي واقفة هون وما عم تنزل. طلعوا حجمها، طلعوا كبرها، كانوا ينحتوا وحدة حد التانية، من ورا مبرومة برم، من قدام مبلطحة، مربع بتفصيلاته. هيدي وحدة، طلعوا هون، هو الشقف اللي كانوا موجودين، يلا أكيد كانت مهدية بعد لهون وواقعين. بتطلعوا على الأشياء التانية بتشوفوا كيف تقسيمه مزبوط، بس من ورا مبرومة برم تخففوا لها وزنها وتهدوها على اللي بعدها. مش معقول شو الشغل حلو. وإذا بتشوفوا على المعبد الشقف تبعه مثل البازل، وحدة حد وحدة حد وحدة، يلي شفناها برجع بعيد بمعبد نيحة يلي كتير حلو. نيحة اثنين الفوقاني رجعوا على حالة مشوار الوادي بزحلة. جميل رائع، بس خبرني تاريخيا شو بنعرف عنه؟ هالمعبد اللي هون هو بيعود للقرن الأول. هالمعبد الروماني مثل ما قلت أنطوني مميز كتير بلون حجارته وبضخامتها، وأكيد أكيد بنقدر نقدر قديش منجز كانت مهمة وبعدها أكيد، لأنه تيكون في هالمعبد العظيم. يعني بنعرف الرومان في المدن إذا بتهمهم وعندهم حضور فيها رح بيكون المعبد كبير ومهم. هالمعبد هو للآلهة نيمسيس، يلي هي آلهة إغريقية، هي آلهة الانتقام والحظ إذا بدك، ويرمز لها بدولاب أو رو، يعني كيف رو دولا فورتون اليوم من أو دولاب الحظ، هيدا رمزها. والمعبد ببلش بست عواميد على الطرفين، مدخل صحن المعبد، ومنرجع منفوت لورا بدرج على يلي كان يسمى قديما قدس الأقداس، مطرح ما بيكون فيه تمثال للإله المعبود. الحلو بخبرية اكتشاف هالمعبد انه شخص عنده أرض هون كان عم ينكشها ومتحضي بحجار، وتم التنقيب عليه مديرية الأثار وبلشوا بالعملية. شفنا هالمعبد الكبير والعظيم يلي تحول بالفترة البيزنطية لكنيسة بيزنطية، وفي حده كمان سيدة المعين يلي كتار بيلتجوا لها كنيسة قريبة من هون. وين هي؟ تحت؟ تحت، ممتاز. لكن شيء عظيم 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 جدا. وبدي أقول كمان في نظرية يعني بتقول إنه منجز أخذت اسمها من هالإلهة اليونانية نيمسيس، طبعاً تحرف الاسم. في نظرية بتقول كمان إنه اسم منجز سرياني وبيعني الكنز الدفين، وفينا نقدر نقدر كمان قديش في كنوز كانت مدفونة بهالأرض وبينت للنور قدي بعد في كنوز ولازم تبين. إذا بنرجع من قدام لورا قديش عم نكتشف، إن كان الحرب اللبنانية، رجعنا عن الجزويت، كفينا على الصليبية، المماليك، هلأ الرومان، وبعدنا عم نوطي تنقدر نرجع بالتاريخ ونشوف يمكن تكون منجز واحدة من أقدم ضياع لبنان. أكيد أنطوني، نحن عم نحكي من 5000 ل 7000 سنة. هلأ رح نروح على القبور الميغاليتية، بس بما أنك حكيت عن سنة 76 وعن الحرب من حي بطولة أهل منجز يلي تهجروا من هالأرض بال 76 وصاروا لاجئين على الميلة الثانية من البلاد على الحدود السورية، ورجعوا تمسكوا بأرضهم ورجعوا عمروها وبنيوها من جديد بعد ما احترقت وتهدمت. هذه قصة طير الفينيق، الرماد بيطلع للحياة. فتحية لكل هالأبطال بمنجز. على سيرة طير الفينيق هتا نشوف المعبد من فوق. في زخرفات بتلحقنا، في رسمات بتلحقنا هون هون وجوا، في اشياء نافرة في اشياء لجوا. شو تاريخها؟ مين عملها؟ هل هن رومان
أو من بعدهم. في كتير أشياء بتلعب دور لنعرف نحن شو الأرشتكتوريا اللي هون، يمكن كيف بعمره أو الحجار أو النحوتات لنعرف إذا كانوا رومان أو هيك. من هالأشياء الأشياء شفناها الزخرفات أنتوني يلي هي كتير مهمة، فيكون يمكن عائلة حدا رسمت، فيكون الإسكلاف اللي رسم، بس كمان الرومان كانوا أوقات كتير ياخدوا نبتة مثل بتشوف دايماً الفويدكات على الرومان. بس هون في شغلة كتير مهمة، هون عنا ورق الغار. هيدا الشيء شو بدل؟ بدل انه يمكن كانوا الناس اللي عملوا هالطابل بيطلعوا على محيطهم ومن المحيط بيستوحوا شو يرسموا، وشفنا من شوي هيدا الغار مهم بمنجز، مشان هيك عم نرجع نشوفه هون. عم نسمع المي، عم نشوف المي، واكيد كان في كتير مي. اللي بيلفت النظر هو كمية الحجار الكبار، وما كان عندهم مشكل أبداً يحملوا حجار كبار كبار كبار، حتى لو بدهم يعملون للأناية. الرومان رب الأنيات، عرفوا ياخدوا المي من محل لمحل وما حدا كان يفهم كيف. هون قطعت المي حد المعبد، أكيد كتير حلو، معمول من حجار كتير كتير كبار. بتطلع بتقوله إنه كم شخص حملهم تيحطهم هون؟ ليش ما عملوا فيهم معبد تاني؟ بهالمنظر الرائع الحجار هون صار درب فيكم تجوا تمشوه بدرب الجبل، فيكم تبروا مثل ما قلنا كل الضيعة من فوق من تحت، نزول على النهر تنبسطوا مش بس بالخضار، بالألوان وبالطبيعة وبالناس البسطاء. هو ما بدنا نضارب على أحوش، بس هلأ من شوي هو خبر عن سيدة المعين، أنه هو فكر أنه كلنا بنفهم شو يعني. هي بالضيع كتير مطارح سيدة المعونات اللي هي العدرة بيقولوها على لفظات معينة، هون اسمها سيدة المعين يعني سيدة المعونات. صوت الحشرات، صوت العصافير، صوت المي، الجرس، صوت المعزاية، إذا بس سكتنا لـ30 ثانية. بسكت أو بحكي؟ تعرف بتتذكر توبية بحالة أرتبة؟ أمه بدلها تقول يا إلهي يا ماجي. أنا بالنسبة لي هون هيك هيدا هي منشوفها بالفلومة هيدا. فعلا بتحسوا حالكم بغير بلد، عنا بلد ونحن اللبنانيين بنضلنا نقول بتحس حالك بغير بلد. نحن اللي هن بيحسوا عنا، عنا جنة، عنا جنة. بتعيش هون؟ أنا اللي بعيش هون. عندكم شقفة أرض؟ أن كيلومتر أبي سأيزو سأيزو أن كيلومتر أبي سأيزو للسولية. تذكر احنا وصغار بيقولوا لنا سم الحية وسم الحية. هيدا النبتة اسمها آروم يلي مع الوقت هي هالزهرة اذا بدك هي بتصير سم الحية. هلا هون بدي اقول لك شغلة هيك علميا، انه هيدا في ناس بتفكرها زهرة، هيدا مش زهرة، هيدا هون مجموعة زهور. اذا بدك رح اشرح لك كيف، بس تقول لك انه بعد شوي رح نشوف الدولمنز. الدولمنز عليهم نقش الحية، الحية كتير مهمة بمنجز. ريليتد مش ريليتد ما بعرف. سو ليه قلت لك انه هيدا منا زهرة، هيدا مجموعة زهور. اذا بتطلع هون كل نقطة من هون تحت هي زهرة أنثى، وكل واحدة من هول هي زهرة ذكر، وهن مفصولين من بعضهم بين هول الزهور الستيريل يلي حن هون. فهيدي ريحتها كتير بشعة، تتعيط لدبانة، لتجي الدبانة تخبط 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 لذكر يقشرط على الأنثى، وبعدين هول اللي تحت الأنثيات بصيروا البولات الحمر تبع سم الحية. ولأن منا حلوة تتعيط لهم أخذت هيدا الشكل، مشان هيك هيدي هون تقريبا شي 100 زهرة بزهرة، بنسميها علميا أفلوريسانس ومش فلور. كتير حلو كتير حلو كتير حلو كتير حلو. نباتات المي، الخضار، كل انواع الاشياء اللي بتتاكل، الحشايش، المي، الاصوات، النباتات، الينابيع، المي اللي مكلها 20 متر في واحد. ساعت قلنا تعطوا مشيكم 10 دقايق، قلنا شو بدنا نشوف تنشوف، انه تعب جانا طلعنا بعضنا قلنا ما بدنا نندم،
وإز طلع الماي الشلال. شو هال شو هالسانتير حلو، شو هالهايك الحلوة. أكيد 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 هالأحد هيك رح تكون منجز، كلكم طالعين لفوق. شو الواحد بدي يقول؟ واو ترى ترى ملا خدية هون، شو هالفلور الحلو. يا شباب إجلو الإسكيمو كانوا هون؟ لا أنتوني شو بيك؟ هولي دولمن، دولمن أو قبور ميغاليتية يلي هن شي كتير 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 مهم، بتدل على قدية منجز كانت مهمة، لأنه اللي عم نشوفه قدامنا عمره بين 5 إلى 7000 سنة. بدنا نقول ميغاليتية يعني معناتها أحجار كبيرة. هالمدافن يلي ب 500 متر موجود 85 قبر، وعادة هن الأشكال هالمقابر بيكونوا يا دائريين يا مستطيل يا مربع، وهيدا شيء كتير كتير نادر بمنطقتنا وأكيد الوحيدة يلي بلبنان. مزبوط. هلا هول تنقدر يكون عنا هالاكتشاف، نحنا كتير لازم نكون ريكونيسون للجزويت، خاصة لبير روني موترد. أنا بحب يعني أسلم عليه بقوة رحلكم ليه، لأنه الإله تبع النباتات تبع لبنان كوزانه بيقربوا بعضهم، أكيد اسمه بول موترد. فالجزويت هن اللي اكتشفون بالأول، بعدين صار في كتير دراسات، وهلأ بلدية منجز بالتعاون مع جامعات عدة وخاصة جامعة جنيف عم يرجعوا يدرسون عم برقمون، وقريبا بصير فينا نتخيل كيف كانوا، لأن هيدا شقفة منهم بطريقة معينة رح يعملوها. أكيد الاكتشاف كتير مهم اللي صار من قبل الآباء اليسوعيين يلي لهم فضل كتير كبير كمان على هالبلد وعلى تراثه وكنوزه. بهالمقابر تم اكتشاف أختام، والختم بيدل على أنه الشخص الموجود بالتراب هو شخصية مهمة، وكمان تم يعني إيجاد أحجار ما لها علاقة بالمنطقة، لها علاقة بجبال أو بغير مناطق، مما بيدل كمان أنه كان في حركة تبادل وحركة تجارية مش بس مع هون، كمان مع المدن الساحلية وحتى خارج لبنان. وهول الدولمنز أشكالهم وكيف هن محطوطين يمكن مش هيك عبسة، لأنه بيقولوا بالتيوري تبع الأسترونومي ميغاليتيك أنه هن محطوطين حسب نجوم فوقنا، وهيدا بيستعملون بكتير مطارح بالعالم ليرجعوا يفهموا أو إشياء بدها تصير بالطقس أو حسب الكواكب، وكانوا بركة مستعملين لهذا الشيء كمان. يعني أنا رح أوقف بالقبر لدواعي علمية بس تفرجيكم أنه مزبوط شكله مثل الإيجلو. كنا بلشنا الحديث بمسحة له مدخل من هون، وتخيلوا كان كم واحد فيه، 85 واحد، يعني تعني تعتبر 85 عائلة أو 85 ملك أو أمبراطور أو يلي هو. أول شغلة بتقلنا أنه اليوم مزبوط علميا وإثباتيا واحدة من أقدم مدن المنطقة ولبنان يلي فينا نقول صار لأكثر من 8000 سنة، إذا قلنا 6 + 2 أو 5 + 2 7000. وشغلة تانية صارت بمحل فيها هالقد قبور، ولا قريب على البحر ولا قريب على شيء، بس بالنص هون بين الشجر، يعني كانت مدينة كتير عريقة وكتير مهمة. الرومان نقوها، صليبيين نقوها،
المماليك أخذوها وغيرهم وغيرهم، فقديش قطع ناس لهون، قديش لو الحيطان فيها تحكي لو الأرض فيها تحكي. كتير من الأشياء اللي اكتشفت هون بعدها موجودة باليو اجي بالمتحف تبعهم، وإن الله راد دراسات تحترجع تكفي، لأنه هيدا المنطقة في عم تتفتح العيون عليها أكتر وأكتر تنقدر نشوف هون شو صار قبل، شو أهميتها للبنان، وقديش نحن عنا سقيفة أبعد بكتير من المعابد الرومانية. هون عنا كمان دولمن ورانا، كنا عم نحكي عن نقوشات. هون في عنا نقش الحية يلي هي كانت كتير مهمة على كذا دولمن. هلا ما بدي مشيك لفرجيك في واحدة بعيدة عليها حية 100% مزبوطة، هون تقريبا حية. يا شباب ما بنتشبع منكم، نهار عظيم، نهار عظيم عظيم، وبعتقد فرجينا أو وصلنا أحلى صورة عن عكر. عن جد بتعتقد كانوا حلقتين بياخدوا العقل، إن كان بعنتقد أو اليوم بمنجز. عينينا شبعت جمال الطبيعة، وعقلنا وقلبنا حطوا كل هالمحطات التاريخية والبطولات، ورح يبقوا محفوظين، وكمان الناس اللي أثروا هالقد فينا. وتقول شغلة كتير مهمة، بلبنان في غابات كتير حلوة، بس في ناس بتقضي على الغابات. هون مطرح ما في غابة بحافظوا عليها وبساعدوها، ومطرح ما في غابة بيرجعوا بيخلقوا غابة. فمنجز بكل شيء تعلمناه هي ضيعة نموذجية. أغنيتونا بسقفتكم وبالأشياء الحلوة، أنا بعتقد طعميتكم منيح. ايه. نحن إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بهالحلقة واللي قبلها واللي قبلها، وكتير لقدام مشوار بالوادي بكفي تيفرجيكم بلدكم اللي ما بتعرفوه، تيفرجي العالم أحلى بلد بالعالم. شو درست؟ شو عم تدرس؟ بدي اسمع لك. يلا ضحك. طيب من الكنيسه القديمه وبنيت على اساسها. بس كمان قديسه؟ سوري بس شو من كف؟ لا بدك تقلع هيدا. كان عنده شفاعه خاصه عند ربنا بقى لما سوري بس رجعي. هلا انت صرت تعرف تعمل قهوه؟ لا بس للفيديو. بعدين حدا رح يعمل غيره. كيف بيعملوا قهوة؟ أنا في خبرك عن بن باللاتينة، في خبرك عن هيك خبر، بس أنا كيف بعمل قهوة؟ شو استك؟ هو اللي امتين إلك لأنك اليوم عم تصور منيح. كيف تعرف إذا بعد ما شفت؟ استنتج. إن شاء الله نكون عم نغذيك كفاية وعم بيض لك وجه أمك، يعني إن شاء الله تكون أمي كتير مبسوطة منكم بتبلغكم. أنا بس ترى بدي أفهم شغلة مهمة منك. شو تعلمت منه؟ كتير أشياء. مثل شو؟ العسل بنحط على الصفوف. عينه ضيقة. الكبة ما بيدق فيها الحديد. بتتاكل مع اللبنة. هلا هلا كل شيء طيب مع اللبنة عنده. إيه. Let's agree يعني. بدها لبنة. أوكي. وهيدا بتكون اخر حلقه بتشوفوا فيها ماركو الي، وان شاء الله بنتعرف فيكم. انا عم بحكي عنك. ما هو انت هو فهمت غلط. بالعكس انا بدي افرجي قد انت بتعلم منيح، بس انت نيتك سيئه. انا قبل ما اتعرف عليك مش شايف على مشاعر حرش اصلا. بس سالك شيء لبعدين. بونجور انتوني. تست 1 2 3 4 5. هاي انتوني بدي اعد 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 عظم. يعني هالمنطقه بعد في كثير اشياء حلوه نكتشفها فيها وهي عظيمه. ما بعرف بدك تزيد شيء على الموضوع. شو اقول لك نسيت. ريدي.
عكار لازم تروح تجول. عن جديد. لبنان كتير حلو من أقصى جنوبه لأقصى جماله. تتزبط معك ولا بدك تتزبط؟ وان تو والتزيت على عم بتقولوه يعني سوري ما بدي زيت شيء. وان تو وزيادة كمان بس نقول في كتير مطارح ضيع بكون عندها غابة كتير حلوة بشلوها بعندقت بمنجز بحافظ. وان تو جاي الجملة يلا حطوني عمل لي حلم حلم بليز حقق لي حلم نحن يا حل أسرنا 14 سي يو سون.